أهلا بكم من جديد. تظاهر المئات من اليمنيين في شوارع العاصمة صنعاء رفضا لسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة، ونادد المتظاهرون بكافة مظاهر العنف وحمل السلاح وبما وصفوه أيضا بحملات الترويع التي يمارسها المسلحون الحوثيون ضد المدنيين. لم تجد تلك الحناجر سوى ما تبقى من شوارع قليلة لم يسيطر عليها المسلحون الحوثيون لتهتف بسقوط الميليشيات المسلحة وتعلن رفض اليمنيين لكل أشكال العنف والترويع. خرجنا اليوم لنعبر عن رفضنا أزاء تواجد هذه الميليشيات وقلقنا أزاء تواجدها في العاصمة على الشكل الموجود الآن، ونقول لهم أفزعتم أطفالنا، أقلقتم أمننا، أغلقتم مدارسنا، لا يمكن للميليشيات أبدا أن تكون هي بديلا للدولة. المتظاهرون عبروا عن سخطهم جراء تحول العاصمة صنعاء إلى بيوت من الأشباح لا ترى فيها إلا مدارس مغلقة أو شوارع أقيمت على مداخلها الحواجز التي يعتليها المسلحون وسط غياب للجيش والشرطة. ما تم تحقيقه على أرض الواقع هو سرقة معسكرات، هو نهب بيوت، هو انتهاك حرمات بيوت ومنازل، هو فرض وصاية على عاصمة ليس لهم دخل في هذه الوصاية. هم من قاموا بنشر الانفلات الأمني، وهم من قاموا بنشر المسلحين في العاصمة، وعليهم إجلاءهم من العاصمة صنعاء فورا. ويحلم المتظاهرون بعودة اليمن السعيد وبصنعاء الهادئة التي طالما ارتموا في أحضانها بلا خوف، لكنهم يدركون جيدا أنه حلم صعب المنال ولو في الوقت الحاضر. وللمزيد حول الموضوع رحب مباشرة من صنعاء بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور نبيل الشرجبي، كما رحب في الاستوديو بالكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور سمير الشيباني. دعني أبدأ معك دكتور نبيل. في صنعاء بعد التوقيع على كامل بنود اتفاقية السلم والشراكة وعلى الملاحق الأمنية، برأيك هل سيبدأ على الفور تطبيق هذه البنود وانتهاء المظاهر المسلحة من العاصمة اليمنية؟ إطلاقا، لسببين بسيطين جدا. السبب الأول أنه لابد أن تكون هناك قوة ما حتى في حدودها الأدنى لإمكانية فرض تطبيق النظام أو الاتفاق الأمني. هذا طبعا غائب، الدولة عندنا شبه غائبة أو مغيبة أو مشلولة تماما، ما زالت مصدومة مما حصل رغم أنها لها يد ومشاركة بشكل فاعل في إنهاء هذا الدور. السبب الثاني أن ربما الأطراف السياسية الآن هي تتجه إلى محاولة تطبيع الأوضاع بشكل ما لمحاولة اختيار رئيس الوزراء واختيار الوزارات، ومن ثم جاء هذا التوقيع كتحصيل حاصل لغياب أي قوة فاعلة سواء من المجتمع السياسي اليمني أو من قبل الدولة لمحاولة فرض هذا الاتفاق أو تطبيقه على أرض الواقع. نعم، ما رأيك دكتور سمير، هل سيتم تطبيق بنود الاتفاقية الموقعة؟ المسألة في الحقيقة مثل ما أشار الأخ نبيل مرهونة بطبيعة التفكير الذي تعتمده القوى التي سيطرت على الأرض. أولا، سيطرة الحوثيين وأنصار الله على صنعاء باتت حقيقة لا يمكن أن يتجاوزها أحد. حاولوا الآن أن يفرضوا شروط المنتصر على توقيع الاتفاقية، وقعت الاتفاقية تحت ضغط انتصارهم على الأرض، وهذا أمر واقعي ولا بد أن نعترف به. الحديث عن انسحاب القوات المسلحة، إذا كان المقصود بهذا انسحاب القوات المسلحة التابعة للحوثي من في المنطقة، فهذا أمر مستحيل إلى أن ينضج الشكل السياسي الذي يرتضوه هم، لأنهم دخلوا صنعاء فاتحين منتصرين. هذه المسألة لابد أن تكون واضحة ومؤشر إليها بكل وضوح. لكن يبدو بوضوح أنهم كمان لا يريدوا أن يسقطوا شعار الدولة. شعار الدولة لا زال مرفوع بدليل أنهم يتعاملوا مع الرئيس عبد ربه ومع بقية الأحزاب السياسية الممثلة في الائتلاف الحكومي الذي يصرف الأعمال الآن. هذا يدل أيضا على أن هناك فكرة غير واضحة في أذهان من تسلب السلطة في صنعاء واقعيا
ومن هو على رأس السلطة في صنعاء رسميا ولكن دون فاعلية. أما الحديث عن الدولة، في الحقيقة الدولة مغيبة منذ وقت طويل، منذ أن صعد علي عبد الله صالح على السلطة ضرب أركان الدولة بالكامل، حول مؤسسات الدولة إلى مؤسسات تدين بالولاء الشخصي إما له وإما لبعض أركان القبيلة، فلهذا تفككت الدولة بالكامل. منذ 90 أيضا حاول علي عبد الله صالح أن يسيطر على الدولة في الجنوب ويفككها، وهذا ما حدث. مشروع الدولة التي أسس له في 1839 في الجنوب تم تحطيمه منذ 94 تحديدا، وحتى اليوم مشروع الدولة مشروع غائب. الائتلاف الوطني أو القومي لابد أن يجتمع في اليمن ليعيد تشكيل هذا المشروع ويعيد بناءه. ما رأيك سيد نبيل، هل من يسيطر على العاصمة اليوم حريص على إبقاء شعار الدولة؟ أتفق تماما. أنا بالنسبة لليمن لم تكن لديها دولة، ربما نحن كان لدينا سلطة. هذه السلطة كان بيد مجموعة من الأشخاص التي ينتمون أو قريبين من النظام الحاكم، وهم ساعدوا في بقاء هذا النظام الحاكم، وأقصد به النظام صالح. اليوم من يحكم صنعاء ربما هي مجموعة الحوثي بشكل واضح، الجانب الأمني. بقاؤهم بهذا الشكل هو يفرض أو يعطيهم مزيدا من الصلاحية، وربما يجعل الجميع خاضع لتوجهاتهم وربما للمطالب التي يرون أو يزعمون أو يرغبون في تحقيقها. أنا في اعتقادي هذا الجهد الأمني، عفوا هذا الانتشار الأمني لجماعة الحوثي لن ينسحب ولن ينتهي إلا بعد أن يتمموا كافة الشروط التي تحقق لهم موقع من التأثير القوي والإملاءات القوية على الآخرين. بمعنى نحن أصبحنا أمام منظر أو مشهد سيسحبنا إلى فترة طويلة جدا، وهذا المشهد بالتحديد يوم 21/9. ولكن سيد نبيل، كيف تفهم أو يفهم تدحرج مطالب الحوثيين من الحديث عن الجرعة والحديث عن إسقاط الحكومة إلى الحديث عن رغبة في مزيد من السلطات في البلاد؟ مع احترامي لكثير من الناس اللي ذهبوا الاتجاه، كان هناك غباء سياسي أو تغابو سياسي. من المعروف ومن المعلوم أن المطالب الحوثية كانت مطالب تصب في هذا الاتجاه، وكانت كل المؤشرات والخطابات التي يقومون بها تقول بأن لديهم مطالب أخرى ستتجاوز هذا الأمر. ويكفي أن ندلل أن الخطابات الأخيرة التي كان يقول بها السيد عبد الملك الحوثي كانت تنبئ بأن ما هي هذه المطالب إلا شماعة ليدخلوا إلى ما هو أبعد من ذلك. وربما هذه الأيام، وربما أيضا ما تكشفت خلال الأيام، الحقيقة تذهب بعيدا تماما حتى عما كان يتوقعه أكثر المتشائمين، أنه لم يصل أو لم نقر أو لم نستطع أننا ندرك أن هذا الوضع هو ما كان يريده الحوثي، وربما ما قد يريده أكثر مما نتصوره اليوم. ما رأيك دكتور سمير، هل كان هناك أجندة وخطط خفية لدى الحوثيين منذ اليوم الأول لمطالبهم وحراكهم في الشارع؟ بالتأكيد الأخوة الحوثيين استغلوا بعض المطالب الشعبية، وهذا شأن كل قوى سياسية أو حتى قوى قبلية أو قوى طائفية تمارس العمل السياسي. دائما تأخذ شعارات مطلبية شعبية بشكل درائعي، وهذا أمر محتمل ومعقول، وفي الحقيقة لو لم يكن كذلك لكان يعبر عن حالة الغباء السياسي الذي أشار إليه أخي نبيل. لكن في واقع الأمر الحوثيون استندوا على هذه المطالب استناد سياسي، لديهم برنامجهم الخاص، لديهم توجههم الخاص، لديهم رؤياهم الخاصة، أولا السياسية وثانيا قد تكون الطائفية. للعامل الدولي وللإقليم، للعامل الإقليمي أيضا دور كبير في تشكل ما يحدث في اليمن. الحديث عن أن هناك أن كانت لنا دولة أو لم تكن لنا دولة، في الحقيقة لم تكن في تصوري الشخصي. هناك دولة في كل أركان الوطن العربي، الدولة الوطنية التي تشكلت في الوطن العربي منذ انهيار الدولة العثمانية لم تستطع أن تتجاوز حدود تأسيس السلط، ولم تؤسس كيانات دول، ولهذا كانت كلما اهتزت رؤوس هذه الدول هذه السلط اهتزت الدولة بالكامل وتناثرت. سيد سمير، المبعوث الأممي جمال بن عمر قال إن صنعاء باتت اليوم تحت احتلال الحوثيين، ما دلالات هذه التصريحات من مبعوث أممي؟
أولا هذا دليل على أنه جمال بن عمر قد فشل في القيام بمهمته بالكامل، لأن جمال بن عمر كان مسؤول عن أن يتحمل مسؤولية إدارة حوار وطني سخرت له كمية كبيرة من الأموال المحسوبة على هذا الشعب اليمني، وسخرت له أيضا شهور عديدة، وخرج المؤتمر بلا أي مضمون بوثيقة جوفاء سميت نتائج الحوار الوطني، ولكن في واقع الأمر الفرقاء خرجوا ليتمترسوا خلف طروحاتهم السياسية. أنا في الحقيقة لست متشائما، أنا متفائل بالمستقبل، لكن أرغب في أن كل الأطراف تحدد الواقع كما هو. لو لم نحدد الواقع كما هو سنبدو وكأننا الطبيب الذي يشخص غلط ويريد أن يشفي المريض. نعم، ما رأيك سيد نبيل، تصريحات بن عمر بأن العاصمة باتت محتلة من قبل الحوثيين، هل تعكس فشل المبعوث الأممي في مهمته في اليمن كما يقول ضيفنا هنا؟ هي قد تعني شيئين، قد تعني إما الفشل أو تعني حالة الضيق التي وصل بها المجتمع الدولي أو المجتمع المحلي من ممارسة هذه المجموعة. بكل تأكيد المتابع وربما الملاحق لتواجد هذه الميليشيات يلحظ بشكل واضح مدى الانتشار الغير معقول والغير مسبوق، وربما الذي أصبح يخيف الجميع. نعم. بل أصبح لهم تحديد الأمر في كل مفاصل الدولة. هذا بكل تأكيد. نعم. التوصيف هو توصيف حقيقي، أن العاصمة أصبحت، أنا يوم أمس ربما كانت لي رحلة طويلة ومكوكية جدا، لم أرى تواجد الدولة في 1% من أكثر من 3000 كيلو قطعتها في مساحة. هذا شيء مريب وشيء معيب جدا على الدولة. الغريب اليوم أننا نسمع هناك خطابات من قبل رئيس الجمهورية ومن مجلس الوزراء يطالب المؤسسة الأمنية بأن تعود لدورها، وجماعة الحوثي تقول بقاءنا حتى تعود المؤسسة الأمنية. لا ندري أين الخلل، ومن نعم. السبب في هذا الخلل مجموعة تريد أن تسلم السلطة كما تدعي وهي الحوثيين. نعم. ودولة تستدعي الجيش والأمن أن يقوم بدورها، ونحن غائبين أو مغيبين حول الحقائق بين ادعاء هذا الطرف وادعاء هذا الطرف. سيد نبيل، البعض يرسم مقارنات بين ما يجري في اليمن اليوم وبين سيناريو حزب الله في لبنان، دولة داخل دولة، إلى أي مدى هذا الطرح قائم برأيك؟ العمليات الأخيرة التي قام بها حزب الله في السيطرة على السلاح وفي أخذ السلاح وأخذه إلى مناطق بعيدة، المناطق التي تخضع له خاصة صعدة وعمران، يجعلنا نقول أن حزب الله له اتجاهين. إما الاتجاه الأول أن ينخرط في اللعبة الأممية لإيران بسبب هذا السلاح، أو اللعبة الثانية والاتجاه الثاني أن يكون حزب سياسي ذات توجه عسكري كبير جدا يفرض الأجندة السياسية على الأطراف اليمنية في المستقبل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور نبيل الشرجبي، كنت معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. دكتور سمير، ما رأيك يعني هذه المقارنات والمقاربات بين سيناريو حزب الله في لبنان وما يجري الآن في اليمن، هل هي قائمة برأيك؟ نعم، هناك حالة شبه كبيرة بين الوضعين، من حيث أن حزب الله في لبنان يشكل ما يسمى بالكتلة المعطلة، أصبح جماعة الحوثي الآن في صنعاء تشكل هذا الثقل وهذه القوة، سواء انبرت لمواجهة السلطة أو لم تنبري ستظل قوة مؤثرة، لا يمكن أن يحدث أي كومبرومايز أي مساومة سياسية. نعم. إلا بالاتفاق والعودة إليها، وهي تمتلك العنصر المعطل. أشكرك جزيل الشكر. شكرا. الدكتور والمحلل السياسي السيد سمير الشيباني، شكرا لك. شكرا. على هذه المشاركة. إذن ملفات انتهى، تذكير بالعناوين. طائرات التحالف تواصل غاراتها ضد داعش، وأوباما يقر بإساءة تقدير خطورة تنظيم الدولة، وأنقرة تطلب موافقة البرلمان على التدخل في سوريا والعراق. مباحثات جديدة برعاية أممية لبحث اتفاق ينهي النزاع السياسي في ليبيا. وتظاهرات في صنعاء ضد سيطرة الميليشيات المسلحة، وانتشار مظاهر العنف وحمل السلاح. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.